أهلا بكم مشاهدينا. من فترة سمعنا عن ظهور فيروس اسمه ماربورغ، وبعدها بدأ تتصاعد وتيرة القلق، وبدأ المواطنون يسترجعون ذكريات فيروس كورونا والمأساة التي عشناها أثناء الموجة الأولى من الفيروس، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس ماربورغ، خاصة وأنه منتشر في قارة إفريقيا بشكل كبير. وفي تغطيتنا الآن سنعرض لحضراتكم معلومات جديدة ظهرت بخصوص فيروس ماربورغ وما هو رد أيضا فعل منظمة الصحة العالمية، حيث يجتاح قلق شديد العالم منذ الإعلان عن انتشار فيروس ماربورغ، والذي تم وصفه بالفتاك، وهو أيضا مشابه في أعراضه لفيروس الإيبولا الإفريقي الشهير. أيضا منظمة الصحة العالمية قالت إن خطر الإصابة بفيروس ماربورغ مرتفع للغاية في إفريقيا، حيث أنه ينتشر المرض بمعدل وفيات بنسبة 90% في المناطق المكتظة بالسكان لأول مرة. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطر الإصابة بفيروس ماربورغ مرتفع للغاية وسط موجة قاتلة في إفريقيا، وانتشر الفيروس الذي يتراوح معدل وفياته بين 25 و90% من المناطق الريفية في غينيا الاستوائية إلى مناطق أكثر كثافة سكانية ومراكز نقل رئيسية، حيث أنه أصاب 29 في غينيا الاستوائية و8 في تنزانيا. أوضحت أيضا منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار الفيروس الشبيه بالإيبولا في أجزاء من وسط إفريقيا مرتفع، كما تم اكتشاف ما لا يقل عن 4 حالات في العاصمة التجارية للبلاد باتا. يعتقد أيضا أن التفشي الحالي في غينيا الاستوائية هو رابع أكبر انتشار على الإطلاق، حيث توفي 7 أشخاص هناك منذ منتصف فبراير، وأحصل مسؤولون 29 حالة مؤكدة ومحتملة. أما في تنزانيا كانت هناك 8 حالات حتى 22 مارس تأكد وفاة 5 منها. وتضمنت تحذيرات منظمة الصحة العالمية أن الخطر على الصعيد الوطني في تنزانيا للإصابة بفيروس ماربورغ مرتفع للغاية، في حين أن المخاطر دون الإقليمية عالية والمخاطر الإقليمية معتدلة، موضحة أنه تم تقييم المخاطر على المستوى العالمي على أنها منخفضة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأوغندية الأسبوع الماضي إن وزارة الصحة جاهزة وفي حالة تأهب قصوى، وتم إجراء تقييمات للمخاطر في المنطقة. ولكن السؤال الآن، أين يستوطن الفيروس؟ ففي هذا الإطار قالت هيئة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي يعتقد أن المخاطر منخفضة، حيث أنه الفيروس مستوطن في مناطق وسط أفريقيا، بما في ذلك أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما ظهر في السبق في كينيا وأيضا في تنزانيا. أما عن كيفية انتشار المرض وانتقاله من شخص لآخر، فإن فيروس ماربورغ ينتشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين وأيضا الأسطح والمواد. وللتذكير سريعا، فيروس ماربورغ هو من عائلة فيروس إيبولا الفتاك، يظهر أولا في الخفافيش على غرار فيروس إيبولا، وينتشر بين المواطنين عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين أو الأسطح. وتتفاوت معدلات وفيات حالات الإصابة بفيروس ماربورغ من 24% إلى 88% وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ولا يوجد لقاح أو علاج محدد لمكافحة هذا المرض، ولم تتم الموافقة على اللقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات لعلاج مرض فيروس ماربورغ، ولكنه هناك 28 لقاح مرشح لأن يكون فعال ضد ماربورغ، سيتم التركيز على 5 منها لمعرفة فاعليتها وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. ننتقل لأعراض الفيروس والتي جاءت كالتالي: صداع حاد ووعكة شديدة وأوجاع وآلام أيضا عضلية. يتعرض أيضا المريض لحمى شديدة في اليوم الأول من إصابته، ويصاب المريض بإسهال مائي حاد وألم ومغص في البطن وغثيان وقيء في اليوم الثالث. يمكن أن يدوم الإسهال أسبوعا كاملا. أيضا المريض في هذه المرحلة قد يتعرض أيضا لأعراض نزفية خطيرة في الفترة بين اليوم الخامس واليوم السابع
أيضاً. وأيضاً يوجد دم في القيء والبراز يصحبه في كثير من الأحيان نزف من الأنف واللثة والمهبل، وفي الحالات المميتة تحدث الوفاة في الفترة بين اليومين 8 و9. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه التغطية، ونسأل الله أن يحمي مصر ويجنبها شر الأوبئة والأمراض، ونشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.